موسم المخيمات الربيعية انطلق رسميا بعد أن أعلنت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي ببلدية الكويت عن فتح موقع طلبات حجز المخيم لأصحاب المخيمات الربيعية لعام 2018-2019 عبر موقعها الإلكتروني. اليوم بدينا يعني مثل ما أنت عارف اللجنة أمس أصدرت قرارها بفتح باب الترخيص للمخيمات، وحبيت أنوه بخصوص رواد المخيمات بالتزام لوائح البلدية والأنظمة. وطبعا كل مخيم يكون بالموقع نفسه يدش الموقع البلدي ويحجز بالموقع نفسه مثل ما أنت عارف. وطبعا أتمنى من إخوان المواطنين المقيمين الالتزام بلوائح البلدية. هذا وقد انطلقت فرق تفتيشية من مختلف الجهات في نفس الوقت، ما بين فريق الضبطية القضائية التابع للبلدية وفريق من البيئة وأيضا فريق الأمن العام من وزارة الداخلية لرصد المخالفين لاشتراطات التخييم واتخاذ إجراءات فورية في حقهم. تعليمات من مدير عام البلدية أحمد المنفوحي وبتوجيهات من رئيس لجنة المخيمات المهندس فهد الشتيلي. طبعا نقوم مثل ما انت شايف الحين بإزالة المخيمات العملاق الدولة. طبعا قبل لا نزيل المخيمات هذه نعطيهم ملصق انذار تنبيه كبداية انه يزيل خلال تقريبا 3 أيام، بعدها نطلع كشف اننا المخيم انشال او ما انشال، زال المخالفة او ما زال. اذا ما نزال المخالفة طبعا نقوم احنا كجهة نقوم بإزالة المخيم، وطبعا ناخذ الخيام صادر المخيم بالكامل، فصاحب المخيم راجعنا بالبلديه ويطلب اذن افراج المخيم. اوجه رسالتي لاخوان المواطنين المقيمين رواد المخيمات بالتوجه الى فرع البلديه لاصدار تراخيص المخيمات. وطبعا مثل ما انت عارف الموسم بدا اليوم الاثنين بدا موسم التراخيص المخيمات، ولين ان شاء الله تقريبا لتاريخ 15/3، بعد تاريخ 15/3 نقوم بتوزيع انذارات لإزالة المخيمات. لجنة المخيمات الربيعية أكدت أيضا أنه لن يتم منح الترخيص إلا بعد أخذ تعهد بعدم الاقتراب من الأماكن المحظورة من قبل الجيش الكويتي بمسافة 2 كيلومتر، وعدم العبث بأي جسم غريب قد يكون من المخلفات العسكرية، وشددت الاتصال فورا عند رؤية أجسام غريبة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.